Cheeseburger and small fries, please. Sure, anything else? That would be it, thank you. Thanks. Hi. Yes, thank you so much. Marhaba shabab, what's the honey sauce in Mission Beach? Thank you.
هسه رح اطلع لان صار الهواء حيل قوي. هرجع على السيارة اجيب السكيت بورد واصور شوية. نصور لكن الهواء حيل قوي مشكلة ما اعرف ليش لازم احكي ما اقدر اصور لكني مصور فوتج مصور فوتج بغير ايام راح احاول احطها. ليش سجلت اليوم بالبيش بالشاطئ؟ هو سبب من سببين. اول واحد انه هاي الاجواء هسه احنا اللي نمر بيها حيل برد وحيل ثلوج، يعني بغير ولايات تكون يعني برد وثلوج، فهنا بكاليفورنيا سان دييغو الجو حيل، يعني الجو مو بارد مو حار، اغلب الايام تكون دافئ وبالايام الباقيه تكون حار.
فحبيت اصوركم وطاني خالص وقت هذا اني اصور بيه، يعني صحيح اكو هوا هوايه اذا تلاحظون، لكن ما يمنعنا انه نسجل، وراح اسجل هوايه بالصيف، نشوفكم البيتش اكثر، نشوفكم شغلات ثانيه اكثر. هسه راح ارجع السياره او رجلي، هسه راح ارجع على السياره واجيب السكيبورد ونسجل. انا شوف راح افوت على هذا المحل عدم سكيبورد ولانج بورد، فشوف اذا عدم، اذا شوف واحد حلو راح اشتري، اذا ما شفت ما راح اخذ.
شباب وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسون كالعادة كومنت لايك سبسكرايب، وأشوفكم بالفيديو الجاي.